عبر الهاتف من الحدود السورية التركية معي عاصم زيدان مدير فريق توثيق انتهاكات جبهة النصرة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عاصم. من خلال توثيقكم، قبل أن نتحدث عن الانتهاكات، المعطيات لدينا اغتيالات وانقسام داخل جبهة النصرة، انطلاقا من هذا ما الذي لا نعرفه عن وضعها بإدلب إضافة إلى ما ذكرناه؟ مساء الخير رانيا. الانقسامات، هي الانقسامات هي عبارة عن ظاهرة إعلامية ينشرونها جماعة جبهة النصرة لإظهار أن وجود فصيل أو قسم من جبهة النصرة مبايع للقاعدة أو سيبايع للقاعدة، وإظهار أبو محمد الجولاني وجماعته على أنهم معتدلين في هذه الأونة. هذه الأخبار التي تنشرها جبهة النصرة، وهي من تروج لها كما روجت لأبو ماريا القحطاني من قبل عندما شكلوا ما يسمى جيش الشام لإظهار وجود شق ضمن النصرة معتدل يكسب بقية الفصائل. حقيقة هذه اللعبة يلعبها أبو محمد الدولاني منذ انفصاله عن تنظيم الدولة داعش، وحاليا نفس اللعبة الإعلامية التي يظهر بها، وخصوصا في حال تجهيز الإدارة المدنية لإدلب. أما بالنسبة للاغتيالات فهذه أمر طبيعي جدا. إدلب منذ بدء سيطرة جبهة النصرة على المنطقة، الاغتيالات بشكل يومي أو شبه يومي، إن كان لعسكريين من فصائل أخرى أو لعسكريين وعناصر من جبهة النصرة. هؤلاء العناصر والقيادات التي تم اغتيالها بالفترة الأخيرة داخل من عناصر أو قادة جبهة النصرة هم أشخاص غير فعالين، ولا وجود لمعسكر بإدلب سيبايع القاعدة بشكل علني. ذكرت أن هذا الشيء هو مجرد إشاعات إعلامية. ماذا يستفيد؟ لماذا أن يريد أن ينشر هكذا إشاعات؟ جبهة النصرة حاليا مهددة بعد نية دخول الجيش التركي وقوات درع الفرات إلى إدلب. هذا الشيء يساعد أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم القاعدة، تنظيم جبهة النصرة في سوريا، على الظهور بمظهر أنه هو المعتدل ويعمل على كسب الدول والتدخلات إلى صالحه. وقلت لك خاصة في هذه الأوضاع أنه يعمل على إنشاء إدارة مدنية لإدلب. أنا أشكرك سيد عاصم زيدان مدير فريق توثيق انتهاكات جبهة النصرة على هذه المشاركة معنا من الحدود السورية التركية.